انا من وانا في المدرسه ونحن كان عندنا دائما كده انطباع ما حد بيقوله لكن الكل متفق عليه انه الشطار يدخلوا علمي والكسالى يروحوا ادبي. على اي اساس حطينا القواعد دي؟ انا نفسي ماني فاهمه. وبعدين يعني مو انه ديك الايام كانوا بيقولوا لنا يلا شطار ادخلوا علمي عشان تصيروا عالمات، لا 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 لا، كان جدا عادي ان الوحده تخلص ثانوي وهديه النجاح تكون هي الفرح، يعني حفله نجاح وفرح مره واحده من باب توفير المصاريف. وكنا نحن ننظر للي هي تزف الى عريسها في ليله العمر حتى لو هي للساعه في المدرسه انها رايحه ديزني لاند، انه واو انه فظاعه. فانا ماني فاهمه يعني انا نفسي على ايش دخلت علمي ودرست رياضيات وكيمياء واحياء وفيزياء، كتاب الرياضيات كان قدي كده وتفاضل وتكامل. اظني ضيعت وقتي، بس يلا ما علينا، قيدوا اللي حصل حصل.